مش كل اللي تشوفه تصدقه. سمعت القرارات الجديدة؟ بيقولك هيمنعوا الجواز عشان الأزمة الاقتصادية، وهيجبروا الستات كلها تشتغل عشان تساعد في مصروف البيت. إشاعات من دي كتير كل يوم بتتكتب على السوشيال ميديا، وللأسف ناس كتير بتصدقها. ساعات بيكون هزار بياخدوا البعض جد وبينشروا على إنه حقيقة، وساعات بيكون وراء أهداف وأغراض تانية. كل يوم بنسمع إشاعات وفاة فلان الفلاني، انفصال الفنانة المشهورة، وغيره وغيره وغيره. الإشاعات مش على السوشيال ميديا بس، إنما كمان في حياتنا. معظم العلاقات بتنتهي بسبب كلام الناس ونقل الكلام وزادة البهارات، وبسبب ضغوط الحياة ناس كتير بقت بتختار إنها تبعد ولا تعاتب ولا تتأكد. فمش كل اللي تشوفه تصدقه، ولا كل اللي تسمعه يبقى فعلا حصل. لو مش هتقدر تواجه يبقى اعمل ما شفتش وما تسمعش، لأن كلام الناس مش بيخلص. لو عجبك الفيديو شير ولايك، ومستنيين تعليقاتكم.